أمين شرطة قرر لما يعمل خير يعمله مع الحيوان أفضل ما يعمله مع البني آدمين. الحمد لله، ربنا يا رب يكرمك عشان يوم الحساب، يعني ربنا يخف علينا. أمين شرطة نزل وساب شغله بدون إذن علشان يطعم الكلاب اللي في الشارع ويحط لهم أكل. ساب شغلك وساب حاجتك كده وواقف، ويعتبر كده أنا كده يعني لو عرفوا إن أنا بعمل حاجة زي كده إجازة. ما قلقش من العبد وما خافش من العبد ونزل عشان خايف من ربنا. لو بدوا يستنوا الميعاد اللي أنا بوزع فيه، بدوا يحفظوا حتى القطط. اسمك عم إيه؟ نزل عشان يعمل خير يوصل بيه ربنا بعد كده في يوم الحساب. تعالوا نشوف الحلقة دي ونتكلم مع بعض. انت بتعمل ايه؟ بعمل حاجة لله. ربنا يا رب يكرمك عشان يوم الحساب، يعني ربنا يخف علينا. ربنا يصحك ويرزقك. مش اكتر من كده. شغال فين؟ انا امين شرطة في مديرية امن القاهرة. امن القاهرة. ادارة حراسة المنشآت اللي ورا الخليفة هنا دي. تمام. قسم حراسات الازهر الشريف. طب انت ساب شغلك وساب حاجتك كده وواقف، هو يعتبر كده انا كده يعني لو عرفوا ان انا بعمل حاجه زي كده اجازه. تمام. ولكن حبا في الله ورسوله عليه الصلاه والسلام، وحبا في الحيوانات، واخد بالك، ودي من الله لله. بس انا شايفك ماشي كده بتدي لكل الكلاب، وحتى تقريبا الكلاب عارفينك يعني. بدأوا يعرفوني. يعني دي مش اول مره، دي ثالث مره او رابع مره. بدأوا يعرفوني. وبدأوا يستنوا الميعاد اللي انا بوزع فيه. بدأوا يحفظوا. حتى القطط. اسمك عم ايه؟ اسم الامين عادل. ربنا يكرمك عم امين عادل. ربنا يكرمك كده. بس انا شايف ان الكلاب كده يعني موجوده معاك. لا لسه فاضل شويه. فاضل شويه كمان؟ الله ربنا يكرمك عم عادل. والله بجد ربنا يرزقك ويجازيك خير. اتمنى من الله بس ان ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يعني يشفع لي يوم القيامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. الامين عادل. الامين عادل ده في شرطه في القاهره، قريب من الازهر. والامين عادل كل اللي هو بيعمله ان هو بيروح يجيب اكل الكلاب البلدي اللي في الشارع وبينزل ياكلهم. اي نعم بيكون وقت الخدمه بتاعه، بس سبحان الله ممكن يكون ربنا بيقف معاه وربنا ما بيوقعش فيه حد. او ممكن يكون الراجل ده عشان كتر الرحمه اللي في قلبه انه يكون زمايله بيحبوه والاداره اللي هو بيشتغل فيها بيحبوه. بس طبعا يعني دي رحمه ما بتتجزأش وما بتتمسكش، يعني ما فيش حد هيقدر ان هو يمسك الرحمه دي. الراجل ده اللي هو بيعمله ولا عارف ان هو هيتصور، ولا عارف ان في حد هيصوره، ولا في دماغه ان هو بيعمل كده عشان ياخد شو اعلامي ولا الكلام ده كله. الراجل فكرته كلها ان هو بيروح يجيب اكل الكلاب البلدي اللي في الشارع وبينزل بايده وبيلبس كيس في ايده ويطعمهم في الشارع. الكلاب ابتدت تعرفه، بداوا ينتظروه، وده طبعا اللي اغلب البشر ما بيعملوش. قبل كده اتكلمنا وقلنا يا جماعه حاول ان انت ممكن تعمل حاجه بسيطه خالص مش مستاهله، يعني الموضوع مش كبير. انت ممكن ب5 جنيه ولا حاجه تعمل تاخد ثواب كبير جدا. شوف هتطعم كام روح في الشارع او كام حاجه مثلا من الكلاب اللي في الشارع اللي هي مش عارفه تاكل او الكلام ده كله. انت ممكن ب5 جنيه بس ان انت تطعم كذا حاجه من الحاجات دي. كنا لما بنيجي نقول كده بتطلع لنا ناس على اليوتيوب وفي المواقع التواصل الاجتماعي والحاجات دي يقول لك يا عم بدل ما تدي للكلاب في بني ادمين محتاجين وفي بني ادمين عايزين. بصوا يا جماعه هنقول لكم على حاجه. كان في حد كاتب لي كومنت في حلقه، تمام، وقال لي فيها يا كابتن ابو نور انت مش ملاحظ ان انت من يوم ما عملت المزرعه الجديده دي موضوع الجراوي والخلفه والحاجات دي قلت، عارف ليه؟ انا ما طبعا ده الكلام ده كان في كومنت، علشان انت ما بتزكيش او ما طلعت الزكا او ما بتعملش زكا، فحاول ان انت تعمل زكا، تمام، علشان الكلاب عندك تخلف والحاجات دي كلها. بص يا حبيب قلبي، الحاجه الوحيده اللي احنا كناس بنعمل فيديوهات او بنعمل حاجه للناس تتابعها وتتفرج عليها، في حاجات احنا نقدر قدام ربنا ان احنا نعلنها للناس، وفي حاجات ما ينفعش نعلنها. والا لو اعلناها هتقوم علينا كميه الانتقادات وكميه الكلام وكميه الحاجات دي كلها. وكمان غير كده وكده، بعيدا عن الانتقادات وبعيدا عن الحاجات دي كلها اللي هي اساسا ما بتشغلناش، اللي هيشغلنا شخصيتنا واسلوبنا والاصول اللي احنا اتربينا عليه. يعني بالعربي كده هفهمها لك وهبسطها لك. انت بتقول لي انت ما بتطلعش زكا. طيب بص يا سيدي، انا مش هقول لك انا بطلع زكا، انا مش هقول لك، لان انا مش مستني او مفيش
فرض عليا ان انا نقول للناس اللي معايا على اليوتيوب انا بنطلع زكاة ازاي وبنعمل ايه، ده مش فرض عليا تمام. بس في نقطة، انا علشان نطلع زكاة ونطلع نصوره عشان نثبت لحضرتك ان انا طلعت زكاة، يبقى انا كده ما سميتهوش زكاة، سميته تفاخر وسميته حاجة اسمها كده زي ما بيقولوا عليها في الارياف فنجرة، وعايز يعيش الدور وعايز يبين نفسه قدام الناس. اللي بيطلع حاجة لله ما بيبينهاش قدام كاميرا علشان يظهرها للناس. احنا لما بنيجي نطلع ناكل كلبش في الشارع او بنعمل اي حاجة في الحيوان، شوف بقى في هنا فرق ما بين الحيوان، عشان انا بنقول لك قبل كده وفي ناس قالت لي على اليوتيوب انت ساعات بتفضل الكلب عن البني ادم، مش كده خالص، ده البني ادم مفضل، لان ما ينفعش ان انت تشهر بذكاء البني ادم، انما ممكن تشهر بذكاء الكلب. طب ليه بتشهر بذكاء الكلب؟ لان انت بتشهر بتوعيه للناس ان هي تعمل زيك. وصلت موضوع الزكاة بتاع ان واحد بيطلع يزكي على اسرة فقيرة او حاجة زي كده؟ كل الناس فاهمة لان ده دين، وانا مش هنيجي نعلمك دينك، انا بنرب كلاب مش هنعلمك دينك، لكن انا شغلي ان انا لو بنرب كلاب وبنعمل حاجة مثلا خير في حيوان بنقولك ممكن تعمل الخير ده بالطريقة دي. وصلت؟ لكن ما بنقولكش روح اعمل، مش فارض عليك ان انت تروح تاكل كلاب الشارع والكلام ده كله، ما بنقولكش روح اعمل، بس هي الفكره ان انا بنقولك ممكن تعملها بالطريقه دي. في ناس بتخاف من الكلاب، ممكن ترمي اكل هنا واكل هنا والكلاب هتاكل ويبقى انت خدت ثواب عند ربنا. اما زكاة بقى البني ادمين وان انت تروح تزكي على اسره وان انت تروح الكلام ده كله، انا ما نقدرش نقولك روح زكي، ومليش حكم عليك ان انت تزكي، لان في حكم ربنا وفي حكم الدين وحكم الشرع وحكم الاسلام عليك. فلما نيجي انا نطلع حاجه مثلا او نطلع زكاة او غيري يطلع زكاة، لو انا قاعد كده وشايف حلقه على اليوتيوب وحد بيطلع زكاة بيديه لاسره فقيره او اسره محتاجه ويصور الموضوع ده فيديو ويعرضه، انا بنستقل بالشخص ده وبنستنقصه، لان اللي انت بتديه ربنا بيقول محدش يشوفه غيرك انت واللي بتزكى عليه تمام. فانت بتقول لي انت حاول تطلع زكاة، علشان ايه عرفك ان انا ما بنطلعش زكاة؟ ايه مش مفيش داعي ان انا نقول لك انا طلعت ايه وعملت ايه وبنعمل ايه وبنخلي ايه، ومش هنقدر نتكلم معاك اكتر من كده علشان ما نضيعش اللي انا بنعمله تمام. لكن مع الكلب لا، بنقول لك اطلع وبنوريك بنطلع ازاي وبنعمل ايه وبنحط للكلاب ازاي وبناكل الكلاب ازاي، ولما يكون في حيوان عنده مشكله بنعالجه ازاي والكلام ده كله. فطبعا دي حاجه ودي قصه تانية خالص، قصة ان البني ادم يترقف ببني ادم دي حاجة خاصة بدينه وباسلامه وبالاصول اللي هو متربي عليها، ومن الواجب ومن الصحيح ان هو ما ينشرش حاجة زي دي على مواقع السوشيال ميديا، والا ان مش هتبقى اسمها زكاة، هتبقى اسمها فشخرة وجنعرة من واحد ابن كلب واطي يعني بيبين ان هو بيدي للناس. لا، اما بقى الحيوان انت لما بتطلع تديله، واحد زي حالاتي لما انا بنطلع مثلا، طلعت قبل كده كذا مرة اديت للكلاب اللي في الشارع، طبعا ديت انا بنشرح للناس انت ممكن تتعامل مع الكلاب البلدي في الشارع ازاي وممكن تديهم ازاي وتطلع عليهم لله ازاي تمام. ودي برضو بتبقى محسوبة لك عند ربنا، لان في حاجة اسمها الرفق والرحمة بالحيوان تمام، يعني برضو ليها حسنات. فدي حاجة ودي قصة تانية خالص، احنا في حاجات نصورها وفي حاجات ما ينفع، اصولنا وتربيتنا والاصول اللي احنا تربينا عليها والحاجات اللي تربينا عليها تمام والاخلاق اللي تربينا عليها ما تسمحش لينا ان احنا نصور حاجه زي كده، ما ينفعش ما ينفعش، اصولنا ما ينفعش. فالموضوع مش موضوع ان المزرعه وكلاب ولدت وكلاب خلفت وكلاب عملت يبقى احنا ما طلعناش الزكاة، ده ما يخصش ده خالص وده ملوش دخل بده خالص. وصدقني ربنا لما بيكون عايز يدي العبد بيديله، وربنا لما يكون عايز يدي بني ادم بيديله، ولما يكون بني ادم عايز يعمل حاجه علشان ربنا ياخد بيها مكانه عند ربنا، صدقني مش شرط ان هو يروح يقول لك انا هنعمل او انا عملت، مش شرط، ممكن تعمل مع ربنا، لان الحساب والحسنه والسيئه بتخصك انت بس، بتخصك انت بس ما بتخصش حد تاني. الامين عادل اللي هو بيعمله بيعمل حاجة هي حاجة لله، وهو شايف ان هي لله وشايف ان هو بيتقرب بيها من ربنا، ويمكن ان دي بتكون حاجة بسيطة على قدر مستطاعه ان هو يقدر يعملها، لان ممكن بعشرة جنيه ينزل يطعم حوالي 10 كلاب، بس بعشرة جنيه مش هيقدر يطعم اسرة، فهو بيدور على اقل الحسنات اللي هي تقربه من ربنا. ودي حاجة طبعا
تنشله في مذكراته عند ربنا، وربنا يا رب يوفقه ويديله الصحة. وده من الشخصيات اللي احنا نعتز بيها ومن الناس المحترمة جدا، ربنا يا رب يوفقه، يا رب الجميع ياخد منه اللقطة دي وكل الناس تبدأ تعمل كده. تحياتي ليكم وتحياتي لكل متابعينا، وأحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.